تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء. في الحلقة الجديدة يبدأ أسليم العمل كراع لجوليد، تحبه جوليد كثيراً. تحاول بيرشين أن تظهر لأوزان أنها حامل، لكن أوزان الذي يجد اختبار الحمل يعتقد أنه اختبار الحمل الخاص بأوزان ويقتنع بأن جوليد حامل. وبينما كانت راضية على وشك الكشف عن الوالدين الحقيقيين لإيلول ويغيز في العشاء الذي دعت الجميع إليه، علمت أن إيلول حامل من يغيز، فتقرر أن عليها إجهاض الطفل. يلكم ياشار عدنان ويغضب من إيلول لذهابها إلى ذلك العشاء. من ناحية أخرى تقوم راضية التي تعلم أن طفل إيلول هو طفل ياغيز بوضع خطة جديدة. تتابع جوليد ما تتذكره قطعة قطعة. تبدأ بيرشين في وضع خططها موضع التنفيذ واحدة تلو الأخرى لإقناع أوزان بحملها. من ناحية أخرى يخبر كوراي إيلول أن الطفل من صلبه. تبدأ الشكوك تساور سبتمبر. يفوز ياشار بالقضية ضد عدنان بفضل دعم ياغيز. تعلم إيلول أن ياغيز يساعدها. تظهر بيرشين لوالدها ووالدتها أنها حامل، ويقبل أوزان الذي يحشر في الزاوية أن يتزوج من بيرسين. وفي هذه الأثناء تعتني أساليم بجوليد.